أهلا وسهلا بكم اليوم مع ضيفة تابعية زاهدة من أهل القرن الأول الهجري السابع الميلادي، إنها الرباب بنت امرؤ القيس بن عدي بن أوس بن جابر بن كعب، زوجة الإمام الشهيد الحسين بن علي رضي الله عنهما، وهي أم ابنته سكينة، عاشت وماتت في المدينة وكانت مع الحسين في كربلاء، ولما قتل زوجها حملت إلى يزيد بن معاوية بدمشق، ثم عادت إلى قبر الإمام الحسين في كربلاء، ثم رحلت بعد سنة إلى المدينة المنورة، فخطبها بعض الأشراف فأبت وتفرغت لمحرابها والصلوات في مسجد رسول الله حتى ماتت. وهي التي قال فيها الإمام الحسين ابن علي: لعمرك إنني لأحب دارا تحل بها سكينة والرباب، أحبهما وأبذل جل مالي وليس للائمي فيها عتاب، ولست لهم وإن عتبوا مطيعا حياتي أو يغيبني التراب. توفيت الرباب رحمها الله سنة 62 للهجرة الموافق 681 للميلاد، وإلى لقاء مع ضيف أو ضيفة جديدة غدا إن شاء الله.